وصلنا للفقرة الطبية اللي بتحمل أكيد أجوبة على كثير يمكن استفسارات قد ما كانت بسيطة، بس هي يمكن أسئلة بتدور بأذهان كثير من الناس. صحيح، فراح اليوم خصصنا مساحتنا الطبية لحتى نسلط الضوء فيها على موضوع كثير مهم وعم يصير حتى مع الشباب الصغار بالعمر. روا موضوعنا لليوم هو تركيب الشبكات القلبية، يلي هو خطوة علاجية مهمة جدا وضرورية لكثير من الحالات، وهو إجراء طبي أكيد هدفه بالأساس علاج تضييق الشرايين والتاجية بالقلب ومنع انسدادها، وهي المسؤولة عن تروية القلب، وأي انسداد فيها ممكن أنه يعرضنا لقصور القلب التاجي أو فشله حتى ممكن فرح بيد الشر. أكيد أكيد يمكن كل هاي التفاصيل بيعرفوها كتير منيح مرضى القلب أو للأسف يلي تعرضوا لتركيب شبكات. طبعا رح نحكي بالتفصيل على أهمية الشبكات القلبية، شو أنواعها وكيف تتم المخاطر أيضا مع دكتور أحمد العايد وهو اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباحكم وشكرا لكم. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف بداية، يعني نحن وقت بنقول شبكية بالقلب له مخاطر مو موضوع عادي، خلينا نتعرف منه عن حضرتك. الشبكة هي عبارة عن أنبوب صغير، أنبوب مجوف جداره مثقب بشكل الشبكة، من هون إجا اسمها شبكة، هي ستنت أو دعامة الاسم الأصح، لكن أطلق عليها شبكة لأنه شكلها لما تنفتح بياخد شكل الشبكة. هي عبارة عن أنبوب يتم زرعه داخل الشريان المصاب بانسداد. هدف زرع الشبكة هو إبقاء الشريان مفتوح وإعادة التروية الدموية لعضلة القلب بالمكان اللي كان فيه انسداد أو نقص. طبعا إلى أنواع كثيرة الشبكات أكيد، من حيث بنيتها أو تركيبتها أو المادة الدوائية اللي هي حاملتها أو البوليمير أو المادة اللي بتحمل المادة الدوائية، البالون اللي راكبة عليه، وبالأخير موضوع القياسات، قياسات الشبكة أطوالها وأقطارها بما يناسب الشريان. في مجموعة كبيرة من الشبكات كل شريان له شيء يناسبه من حيث طول الشبكة أو قطرة أو الديزاين أو التصميم اللي هي أخذته من حيث الشكل وشكل الجدار. دكتور اليوم كثير من الشباب بيسألوا أنت نحن بحاجة يمكن لتركيب شبكة، هل هو إجراء خطير يعتبر؟ الحقيقة علميا خطورتها 0.7% 7 بالألف، يعني أقل من 1% الخطورة. ممكن تكون الخطورة شوي أعلى عند مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد، علما أنه هي العلاج الفعال الأساسي ويمكن هو الوحيد العلاج الشافي تركيب الشبكة لاحتشاء العضلة القلبية الحاد. بس من طبيعة المرض بتكون نسبة الخطورة أعلى قليلا، يمكن توصل ل 3-4%، بينما هي بالحالات العادية هي أقل من 1% خطورتها. هلأ هي إجراء لابد منه لما يكون الشريان مصاب بانسداد. الشريان مصاب بانسداد معناته تروية القلب ناقصة قليلة، أو حتى ممكن تكون منقطعة بشكل كامل مثل ما قلنا بحالات الاحتشاء، فلا بد من تركيب الشبكة. كلمة تركيب الشبكة يعني توسيع الشريان، يتم أولا إدخال عن طريق القسطرة بدون عمل جراحي، بدون فتح جراحي، عن طريق قسطرة عبارة عن إبرة بندخل بالشريان الفخذي هو المأخذ الأساسي أو الشريان الكعبري بحالات معينة، بتم دخول سلك عن طريق القسطرة بيوصل لمكان التضيق من خلال هالسلك بنحمل عليه البالون، ننفخ المكان المصاب مشان ما يرجع الشريان يتضيق، بنركب الشبكة أو بنحط الشبكة مشان تدعم جدار الشريان وتبقيه مفتوح وتخلي تدفق الدم ماشي. طبعا سألته عن موضوع الشباب، الحقيقة عم نشوفها بأعمار صغيرة، يعني للأسف الشديد عندنا شباب بالعشرينات أو حتى قبل عم نضطر نحط لهم شبكة، لأنه لما عم نعمل لهم قسطرة عم نلاقي في انسداد بالشرايين وأحيانا انسداد كامل بالشرايين. شو الأسباب دكتور؟ هلأ أسباب عادة عوامل الخطورة القلبية هي الضغط، السكر، ارتفاع الكوليسترول والشحوم، لكن عند الشباب في حالات وراثية، في حالات بنيوية، ممكن في تكون سبب حالات نفسية دكتور؟ طبعا ممكن توتر النفسي، لكن الحقيقة أغلب الحالات عم نشوفها نتيجة التدخين سواء كان سيجارة أو أرجيلة، هي حقيقة. يعني
شاب بعمر ال20 مثلا مركب له شبكه، لما بنساله عن الدخان بيقول انا من الصف الاول الدخان. فتخيلي حجم الدخان اللي اخذه خلال 14 او 15 سنه. هلا صبايا بعمر الزهور لسه يعني 14 او 15 سنه للاسف، طبعا هذا مخالف اساسا. ممكن عم نشوفهم باماكن عامه او حتى ببعض غير التدخين الالكتروني اللي انتشر كمان بشكل كبير تماما. وعلما انه خطوره الارجيله مشابهه لخطوره الدخان او تفوقها، يعني هو راس الارجيله الواحد يعادل باكيتين دخان على الاقل. فهذا موضوع كثير مهم الحقيقه، انه ننبه له ننوه له خاصه عند الشباب. الشباب اللي خاصه باعمار صغيره تاثير الدخان عم يكون مضاعف عندهم، لانه قبل ال 35 ثبت انه لما نبلش دخان قبل ال 35 بيكون اثره اكبر من لما نبلش الدخان بعد ال 35. لانه الخلايا لسه بتكون بطور البناء انابوليك بسموه، غير لما يصير بال 35 وما بعد بيكون بطور الهمود او الكتابوليك، فالاثر بيكون اعظم. باي مرحله ببلش الدخان هو مؤذي وضار اكيد، لكن مثل ما قلنا بناكد انه لما يبلش عند الصغار بالعمر، لما صغير بالعمر يبلش الدخان قبل 35 سنه فعم يكون الاثر اضعاف مضاعفه الحقيقه. خلينا نعرف من حضرتك دكتور عوامل الخطوره لهذا المرض، ان كان انسداد او تضيق او فشل او قصور بالقلب، حتى عوامل الخطوره اللي ممكن نحن وقتها نشعر بخطر ما بقى فينا نحن نتجاوز هذا الخطر او نرجع لمرحله الامان، وكيف ممكن نتوقع هذا الشيء انه عن هذا السبب. هلا عوامل الخطورة مثل ما قلنا، اول شيء في عوامل وراثيه ما له يد الانسان فيها، في عائلات بيكثر فيها هذا المرض، حتى في بعض العائلات كل ما وصل حدا منهم لل40 تبلش الازمات القلبيه وقد يفارق الحياه كمان. الوعي لهالموضوع كثير مهم، الكشف المبكر عن المرض كثير مهم، وعدم اهمال اي اعراض هي ناحيه كثير مهمه. للاسف بنشوف حالات عند بعض الناس وصلوا لاحتشاء عضله قلبيه بيقولوا لا هلا صار معنا المرض، لما ندقق معهم لا من قبل عندهم شويه اعراض، ممكن قبل شهر او شهرين. شو اهم الاعراض دكتور؟ اهم الاعراض الحقيقه هي الالم الصدري، خاصه الالم اللي بيجي على الجهد على التعب، ضيق النفس، حساسيه الصدر. مو شرط يكون الم صريح، ممكن الم خفيف او بسيط. كل الم، نحن قاعده عندنا ما بين الحجاب والفك السفلي هو الم قلبي حتى يثبت العكس. نعم. هو من القلب حتى يثبت العكس. وهذا بيثبت كيف؟ بالعكس او بناكد التشخيص بالاجراءات اللي باي عياده باي مركز طبي، عباره عن فحص سريري بنعمل للمريض، بنعمل تخطيط، بنعمل ايكو دوبلر، ممكن نطلب للمريض اختبار جهد، ممكن اختبار جهد مع الجاما كاميرا حتى نصل الى القسطره القلبيه. القسطره ايضا هي وسيله تشخيصيه الحقيقه. نعم. هلا اللي عندهم خطوره عاليه مثل ما قلنا هن المدخنين رقم واحد، مرضى السكري، مرضى الضغط، مرضى ارتفاع كوليسترول وشحوم الدم، خاصه الشكل العائلي مثل ما قلنا، واللي عندهم توتر وستريس بشكل دائم. هي ناحيه كمان كثير مهمه، لانه ثبت انه الستريس والتوتر ممكن يعمل اضطرابات بشرايين القلب، بعضلة القلب. حتى في متلازمة معروفة اسمها متلازمة القلب المكسور اللي بصير نتيجة شدة عاطفية قوية ومفاجئة، فبصير شكل سرير يشبه احتشاء العضلة القلبية، ألم صدري شديد ممكن يكون، وبالتخطيط احتشاء عضلة قلبية، وبتصوير الشرايين بيكون في إصابات خفيفة أو متوسطة بالشرايين لكن ما في انسداد كامل. هي عبارة عن اعتلال عضلي قلبيا نتيجة إفراز كاتيكولامين أو الأدرينالين بكميات كتير كتير كبيرة بشكل مفاجئ. طيب كيف نحن فينا نتجنب حدوث هاي العوامل كلها اللي عم تصير؟ في طرق وقاية مضمونة إنه عن جد تجنبنا من إنه نحن يصير معنا هذا المرض؟ نبطل الدخان، هي أول شغلة. حياة صحية ما أمكن. طيب إذا في رياضة مع الدخان؟ أبدا ما بيمنع أثر الدخان. هي سؤال حلو الحقيقه، لانه كثير ناس بيعتقدوا انه انا فيني ادخن اخذ دواء او العب رياضه او اكل اكله معينه او لامنع اثر الدخان. شو ما عملته ما في طريقه نمنع اثر الدخان الا انه نمتنع عن الدخان. ومجرد ما امتنعنا عن الدخان باليوم اللي بنوقف فيه الدخان ببلش جسمنا ينظف اثاره. لكن لحتى يكتمل تنظيف الجسم من اثار التدخين ممكن ياخذ عده سنوات، ممكن توصل لخمس سنوات او اكثر لحتى نقول انه
فعلا نظف الجسم من الدخان. فعامل الخطورة الأساسي هو موضوع الدخان. العامل الثاني سواء كان ضغط أو كوليسترول أو شحوم، الحقيقة مرتبط بفكرة أساسية هي الأكل والجهد من جماعة. لذلك دائما نصيحتنا اللي بنكررها دائما أنه كل أقل وتحرك أكثر، أكلك يكون أقل وحركتك تكون أكثر. طبعا شيء شغله معقول أكيد من كل النواحي، ما فينا كمان نبالغ لا بموضوع الحمية ولا بموضوع الرياضة، لأنه كمان المبالغة ممكن تعمل لنا مشكلة، ممكن توصلنا لمواصيل ما أنا جيدة. لكن الحقيقة قلة الوارد الغذائي خاصة الكربوهيدرات والشحوم مثبت أنه مفيدة جدا من الناحية. نعم دكتور، كثير من العالم بتسأل كيف شكل الحياة وكيف روتين الحياة بعد الشبكة القلبية، شو هي يمكن المحاذير اللي ممكن يضع الطبيب على المريض بعد تركيب الشبكة؟ الحقيقة ما في شيء محدد غير أنه الموضوع بده يكون مرتبط بأخذ الأدوية بانتظام. في كثير مرضى بظن أنه حط الشبكة فخلص انتهينا من المشكلة وما ضل في داعي لأخذ دواء أو الإجراءات الثانية هي اللي حكينا عنها. أخذ الدواء كثير مهم. في الأدوية المميعات بنسميها الأسبرين والكلوبيدوغريل أو مشابهاتهم، هي أدوية أساسية بنسميها حيوية أو حياتية، لأنه عند إيقافها ممكن الشبكة تسكر، أكيد ممكن يصير فيها خثار، ممكن تتخسر خاصة بالفترة الأولى، فلازم ناخذهم بانتظام وبالمراقبة ببين إلى أي مدى وإلى أي مستوى ممكن نضل عليهم. الحقيقة موضوع الحمية كنا عم نحكي عنه، موضوع الأكل كتير مهم هذا الأمر. الحقيقة مثل ما قلنا نلخص الموضوع بكلمتين، كل أقل وتحرك أكثر. الوارد الغذائي المفروض يتناسب مع كمية الجهد اللي بيبذلها الإنسان يوميا. فالإنسان اللي عنده نمط حياة قليل الحركة نسبيا، ما عنده هالحركة، ما عنده هالنشاط الفيزيائي، فمفروض أكله يناسب هالموضوع. بعكس الإنسان اللي عنده حركة قوية أو جهد قوي يومي، بعض العمال ببعض المصالح بعض الأعمال الشاقة ممكن تكون مثلا، فهذا ممكن يحتاج إلى وارد غذائي أعلى. تناسب الوارد الغذائي مع المصروف هو أساس الحمية، وهذا اللي بيجنبنا الوقوع بقى بمشكلة السكري، مشكلة ارتفاع التوتر الشرياني، ارتفاع شحوم وكوليسترول الدم، خاصة لما يكون في قصة عائلية أو يكون في استعداد وراثي لهالموضوع. وأهم شغلة مثل ما قلنا موضوع أنه ندرك حقيقة أن الأرجيلة هي أخطر حتى من السيجارة، والنفس الواحد يعادل على الأقل، أو رأس الأرجيلة الواحد يعادل على الأقل باكيتين دخان على الأقل، في دراسات قالت أكثر، فلازم نمتنع عنه نهائيا. الرياضة مفيدة جدا، لكن الرياضة لا تمحو أثر الدخان أبدا ولا تلغي أثر الدخان، ما العلاقة بهالموضوع، هذا شيء وهذا شيء الحقيقة. فالرياضة مفيدة وضرورية، ولكن بحب انتهز هالفرصة بس لنبه الشباب أنه يبتعدوا عن الهرمونات، الأنابوليك ستيرويد أو الستيرويدات البناءة بيسموها، اللي بياخدوها بهدف زيادة الكتلة العضلية. دكتور بالفترة الأخيرة للأسف على الشباب طبعا صاروا فيات للأسف يعني صاروا فيات عند الشباب، خسرنا شباب كتير بسبب هالشيء، مو بسبب الرياضة مرة تانية، وإنما بسبب المتممات او المكملات غير مدروسه الهرمونات. هي السبب الاساسي ولا ممكن يكون الاستعمال الخاطئ؟ لانه بنشوف كثير عالم اخذته وما تاثرت. صحيح، هي اول شيء كل شيء هرموني مضر حتما، حتى لو ما ظهر اثره الان على المستقبل البعيد سيكون له اثار. واثار قويه على الشرايين، فنحن ضد الهرمونات اللي ممكن تتاخذ مهما كان نوع الاشراف الطبي على المريض. كثير حلوه هي النقطه دكتور، المكملات تماما. اليوم قد ايه منتشرة بين فئات الشباب؟ منتشرة وبهوس احيانا تماماً. بيوصل لدرجه الهوس. هلا المكملات او المتممات اللي هي بروتينات او اشباه بروتينات او كرياتين او هالاشياء، هي ما لها مشكله، هي لانه انسان ما عم يقدر ياكل كميه كافيه من البروتين، فعم ياخذها مثلا بسكوب او بكبسول او باي شيء، فما في مشكله منها هي. اما نحن ضد الهرمونات بشكل اساس، سواء كانت
ستيرويد او جي اتش او اي شيء، حتى لو كان في اشراف طبي، لانه الاشراف الطبي يعني انه الان ما صابوا شيء المريض، لكن لبعد 10 سنين عم يصيبوا شيء. وعم نشوف نحن كاطباء قلبيه الاثار البعيده للناس اللي عم يتناولوا هالهرمونات على الشرايين وخاصه شرايين القلب. فضروري ننبه الشباب لهالموضوع. اما الرياضه بكل اشكالها هي مفيده وهي صحيه وهي جيده، الا اذا كان طبعا المريض او الرياضي عنده مرض قلبي. الرياضيين المحترفين لازم يكون في عندهم فحص دوري لنكشف المشاكل اللي ما انها عرضيه. في كثير امراض غير عرضيه ما بتكون ظاهره. في كثير مشاكل قلبيه لما نسمع والله صار توقف قلب عند شاب، ممكن ما يكون عندهم مشكلة ظاهرة، لو كان انفحص كنا اكتشفنا المشكلة وعالجناها وتجنبنا هذا الشيء. نعم. دكتور، السؤال كمان، لما شخص بيركب شبكة قلبية شو بتنصحه اليوم؟ أمتى لازم يراجع طبيبه؟ هل المراجعة ممكن تكون دورية أو ممكن يتعرض لأعراض معينة بتقول له هون لازم تراجع الطبيب؟ الحقيقة مجرد ما تركبت الشبكة وأخذت موقعها داخل الشريان، أخذت مكانها، جسم الإنسان بيركب عليها بقى طبقة خلايا بطانية ببطنها، تتبطن الشبكة. فبيقولوا تقريبا بعد شهر بيكتمل تبطن الشبكات، يعني تندمج بجدار الشريان. الفكرة اللي بدي أوصل لها أنه ما يؤذي الشريان الأصلي، يؤذي مكان الشبكة. يعني هلأ لو قدر لنا بعد شهر أو أكثر نفوت داخل الشريان، داخل لمعة الشريان، ما رح نلاقي شبكة، اندمجت بجدار الشريان، اتمادت البطانة قبل وعلى الشبكة وبعد الشبكة، اتمادت وصارت جزء من جدار الشريان. فالمريض المدخن إذا رجع يدخن ممكن يسكر مكان أغلب الشبكة. أغلب عم يرجع يدخن كمان. هاي المشكلة الحقيقة. مريض السكري إذا ما انتبه للسكري ما ضبط، ومريض الضغط إذا ما انضبط إذا ما انضبط الضغط عنده بشكل جيد، مريض ارتفاع الكوليسترول والشحوم إذا ما تعالج مضبوط لهالشيء، فممكن تسكر الشبكة. وهي الفكرة مو بس نحن أكلين هم الشبكة، نحن منحط الشبكة بشريان أو شريانين، القلب مجموعة شرايين، فممكن هالشي اللي صار بهالمكان يصير بمكان آخر أيضا، حتى بالشريان نفسه الشبكة بتنزرع بمكان، فممكن قبل الشبكة أو بعد الشبكة يصير المرض كمان إذا استمرت العوامل المؤذية للشرايين. فالحقيقة اللي بيركب شبكة لابد من أنه يتابع مع طبيبه ويحط له برنامج مراقبة حسب حالته، تختلف. مريض الاحتشاء غير المريض خناق صدر المستقر، غير مريض خناق صدر غير مستقر، غير مريض اعتلال العضلة القلبية الإقفاري، فكل حالة الحقيقة إلا تفاصيلها. ذكرت ببداية حديثنا دكتور عن موضوع الدعامة، يلي هي بتكون نفس الشبكة ولا في فرق بيناتها؟ لا هي نفسها الحقيقة، هي كلمة شبكة هي المصطلح اللي صار بالبلد عنا، لأنه شكلها مثل ما قلنا هي أنبوب مجوف جداره مثقب بشكل الشبكة، من هون إجا مصطلح الشبكة. يعني هي آمنة، هي الدعامة نوعا ما آمنة بشكل طبعاً كامل؟ طبعا أكيد. هي مثل ما قلنا خطورتها أقل من 1% خطورة تركيبة. الفكرة نحن مشان ما كتير سادة المشاهدين يتوسوسوا من الشبكة، هي بتتركب لأنه في مشكلة بالشرايين. فبدي أسأل قديش خطورة الشرايين، خطورة المرض الأساسي، وقديش خطورة الشبكة. فإذا خطورة الشبكة 1% وخطورة مرض الشرايين الأساسي 50%، فالشبكة هي الحل المثالي وهي الأفضل بهيك حالة. أكيد نتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ويا رب الصحة والسلامة للجميع، حتى الشبكة ما يضطروا يركبوها. إن شاء الله، إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. أكيد شكرا لوجودك دكتور، أهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية.